صار الصرف معركة، وبما أنها معركة أو بما أنها حرب وليست معركة فنحن ربحنا بعض المعارك، ومن يومين بدأ الضخ المعاكس من قبل الأعداء وربحوا بعض المعارك قبل الظهر وربحنا بعض المعارك بعد الظهر. لا، الموضوع أوسع، هناك مضاربين، هناك مستفيدين من جانب، ولكن هناك معركة تقاد من الخارج، وأصبحت أدوات هذه المعركة بالنسبة للأعداء واضحة بالنسبة لنا. بالنسبة لسعر الصرف، لأنه لا يقل أهمية على المعركة العسكرية، يجب أن يتعامل معها كمعركة. فارتفاع سعر الصرف صباحاً لا يبرر ارتفاع الأسعار مساء. كل تاجر يستفيد بهذا الزمن، الفترة الزمنية القصيرة، هو لص مواد اشتراها بسعر صرف أقل وقام بسرقة المواطن بفارق السعر. فلا بد أن نتدخل وبقوة، وكل ما له علاقة بالعقوبات نتشدد به بدون تردد. ولكن المشكلة الاقتصادية إلى سبب آخر ما حدا بيحكي فيه، وهو الأموال اللي أخذوها السوريين وحطوها بلبنان وتسكرت المصارف بلبنان فدفعنا الثمن.